السلام عليكم طلاب الصف الأول. متوسط درسنا لهذا اليوم من الفيزياء هو حل مراجعة الدرس الثاني صفحة 51. الفكرة الرئيسة: اذكر العوامل. النقطة الأولى: اذكر العوامل التي تحدد مقدار الضغط في أي نقطة داخل السائل الساكن. الجواب بتقول: أولا عمق النقطة داخل السائل، اثنين كثافة السائل. يعني هو يقول اذكر بالسؤال، اذكر العوامل التي تحدد مقدار الضغط. ما هي العوامل التي تحدد مقدار الضغط في أي نقطة داخل السائل الساكن؟ العوامل هي أولا تقول عمق النقطة داخل السائل، هاي العوامل تحدد مقدار الضغط، واثنين كثافة السائل. نأتي إلى النقطة الثانية من الفكرة الرئيسة: ما العوامل التي يعتمد عليها ضغط الغاز؟ ما العوامل التي يعتمد عليها ضغط الغاز؟ الجواب أولا هي زيادة درجة الحرارة. يعني العوامل التي يعتمد عليها ضغط الغاز هي أولا زيادة درجة الحرارة، يزداد ضغط الغاز بزيادة درجة الحرارة، زيادة درجة الحرارة. اثنين العامل الثاني هي زيادة عدد جزيئات الهواء، زيادة عدد جزيئات الهواء بثبوت درجة الحرارة. إذن العوامل التي يعتمد عليها ضغط الغاز هي زيادة درجة الحرارة أولا، واثنين زيادة عدد جزيئات الهواء بثبوت درجة الحرارة. هذا جواب السؤال الثاني. نأتي إلى فقرة المفردات. السؤال الثالث من المفردات: وضح لماذا لا يمكن حساب الضغط الجوي بالطريقة التي يحسب بها ضغط السائل. يعني لماذا لا يمكن نحسب الضغط الجوي بالطريقة التي نحسب بها شنو؟ ضغط السائل. بابا جوابك هنا يقول لا يمكن، جواب السؤال الثالث من المفردات: لا يمكن قياس الضغط الجوي بالطريقة التي يحسب فيها ضغط السائل الساكن. وذلك لماذا؟ السبب: لأن ارتفاع الطبقة الهوائية، لأن ارتفاع الطبقة الهوائية اللي هي وزن عمود الهواء غير ثابت، وكذلك تغير كثافة الهواء بتغير الارتفاع عن سطح الأرض. طبعا راح نعيد الجواب، قول لا يمكن قياس الضغط الجوي بمن بطريقة التي يحسب فيها ضغط السائل الساكن. لماذا؟ لأن ارتفاع الطبقة الهوائية، عندما ترتفع الطبقة الهوائية اللي هي وزن عمود الهواء غير ثابت، يعني ارتفاع الطبقة الهوائية وزن عمود الهواء غير ثابت، وكذلك تغير كثافة الهواء بتغير شياه وتغير بتغير الارتفاع عن سطح الأرض. هذا جواب السؤال الثالث. نأتي إلى النقطة الرابعة من المفردات: يمكن ضغط يبلغ ضغط السائل في نقطة منه 640 باسكال، كما يبلغ مقدار الضغط عند نقطة ثانية 800 باسكال. ما سبب اختلاف مقدار الضغط في رأيك؟ يعني شنو سبب اختلاف مقدار الضغط في نقطة 640 ويبلغ مقدار الضغط عند نقطة ثانية 800 باسكال؟ ما سبب الاختلاف؟ شنو الاختلاف في الضغط؟ يقول وذلك، هاي جواب السؤال الرابع من المفردات: يختلف مقدار الضغط وذلك بسبب اختلاف عمق النقطة الثابتة، بسبب اختلاف عمق النقطة الثابتة داخل السائل وكذلك كثافة السائل. نقول يختلف مقدار الضغط بسبب اختلاف عمق النقطة الثابتة داخل السائل وكذلك كثافة السائل، يعني بسبب العمق، عمق السائل، عمق النقطة الثابتة في داخل السائل وكذلك كثافة السائل، لذلك تختلف يبلغ ضغط السائل في نقطة، يختلف وذلك بسبب شنو؟ مقدار العمق ومقدار كثافة السوائل. النقطة الخامسة: وضح سبب انفجار بعض إطارات العجلات صيفا في أثناء حركة. شنو سبب شوف إطارات العجلات السيارات في بعض الأحيان تنفجر في الصيف عندما يعني تزداد درجة الحرارة وأثناء حركة، شنو السبب؟ بابا جواب السؤال الخامس تقول وذلك بسبب زيادة سرعة حركات جزيئات الهواء وزيادة التصادم بين جزئياته. لأن سبب ارتفاع من ترتفع درجة الحرارة أو ارتفاع الحرارة، شي سبب؟ يسبب زيادة، بسبب زيادة سرعة حركات جزيئات الهواء وزيادة التصادم بين جزئياته، وذلك بسبب ارتفاع الحرارة، مما يؤدي
إلى زيادة الضغط على اليمن على جدران الإطار حيث يؤدي إلى انفجاره. نعيد الجواب، تقول وذلك بسبب زيادة سرعة حركات جزيئات الهواء وزيادة التصادم بين جزئياته بسبب ارتفاع الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على اليمن على جدران الإطار حيث يؤدي ذلك إلى انفجار الإطار إلى انفجاره. هاي جواب السؤال الخامس. نأتي إلى النقطة السادسة من المفردات، مما ينشأ الضغط الجوي ولماذا تكون قيمته عند قمة الجبل المرتفع أقل منه عند مستوى سطح البحر؟ يعني هنا يسأل منين ينشأ الضغط الجوي وليش تكون قيمته، لماذا تكون قيمة الضغط الجوي عند قمة الجبل المرتفع أقل عن مستوى سطح البحر؟ بابا جوابك هنا أقول ينشأ الضغط الجوي بسبب شنو؟ ينشأ الضغط الجوي بسبب وزن الغلاف الجوي، بسبب وزن الغلاف الجوي المتكون منين؟ الغلاف الجوي المتكون من الغازات الذي يسلط على سطح الأرض، حيث يسلط الغلاف الجوي ضغطا عليما على أي شيء على سطح الأرض، ويقل وزن الغلاف الجوي عند قمة الجبل. لماذا يقل وزن الغلاف الجوي عند قمة الجبل؟ ولذلك ينخفض الضغط. نعيد الجواب، تقول ينشأ الضغط الجوي بسبب وزن الغلاف الجوي المتكون من الغازات الذي يسلط على سطح الأرض، حيث يسلط الغلاف الجوي ضغطا عليما على أي شيء على سطح الأرض، ويقل وزن الغلاف الجوي عند قمة الجبل ولذلك ينخفض الضغط. هذا جواب السؤال السادس. النقطة السابعة، ضغط السائل على قاعدة الإناء يتوقف على وزن السائل في ذلك الإناء، مهما كان شكل الإناء وضح ذلك. الجواب يقول وذلك لأن الضغط على قاعدة الإناء لا يعتمد على شكل الإناء الذي يوضع فيه، بل يعتمد على عمق النقطة داخل السائل وكثافة السائل ذلك السائل. نعيد الجواب، نقول وذلك لأن الضغط على قاعدة الإناء لا يعتمد على شكل الإناء الذي يوضع فيه، بل يعتمد على عمق النقطة داخل السائل وكثافة ذلك السائل. هاي جواب النقطة السابعة من المفردات. النقطة الثامنة من المفردات، ما الفرق بين ضغط السائل والضغط الجانبي؟ ما الفرق بين ضغط السائل والضغط الجانبي؟ جواب السؤال الثامنة من المفردات، تقول ضغط السائل، تعريف ضغط السائل، ما هو الضغط السائل؟ هو وزن عمود السائل. ضغط السائل هو وزن عمود السائل على مساحة القاعدة التي يقع عليها الوزن العمودي للسائل. أما الضغط الجانبي هو الضغط، تعريفه هو الضغط الذي يسلطه السائل على جدران الوعاء الذي يحتوي السائل. راح نعيد الجواب، ضغط السائل هو وزن عمود السائل على مساحة القاعدة التي يقع عليها الوزن العمودي للسائل. أما الضغط الجانبي هو الضغط الذي يسلطه السائل على جدران الوعاء الذي يحتوي السائل. نأتي إلى فقرة التفكير الناقد. النقطة الأولى من التفكير الناقد، عند نقطتين على عمق متساوي في خزانين متماثلين من النفط والماء، يكون ضغط الماء أكبر من ضغط النفط. ما سبب ذلك بأن ضغط الماء أكبر من ضغط النفط؟ جوابك تقول وذلك لكون كثافة الماء أكبر من كثافة النفط، وحيث إن ضغط السائل يزداد بزيادة الكثافة فإن ضغط الماء أكبر من ضغط النفط. نعيد الجواب، تقول وذلك لكون كثافة الماء شبي أكبر من كثافة النفط، وحيث إن ضغط السائل، الضغط مال السائل يزداد بزيادة الكثافة فإن ضغط الماء يكون أكبر من ضغط النفط. نأتي إلى النقطة الثانية من التفكير ناقد، كيف يستطيع الفيل سحب الماء من خرطومه؟ جواب السؤال الثاني يقول عندما يقوم الفيل
عندما يقوم الفيل بسحب الماء فإن الضغط يقل داخل الخرطوم. عندما يقوم الفيل بسحب الماء فإن الضغط شبيه راح يقل داخل الخرطوم، وبسبب فرق الضغط بين داخل الخرطوم وخارجه يعني خارج الخرطوم يندفع الماء محله، ويحدث ذلك عندما يكون الضغط الخارجي أكبر من الضغط داخل الخرطوم. نعيد الجواب، نقول عندما يقوم الفيل بسحب الماء فإن الضغط يقل وين الضغط؟ يقل داخل الخرطوم، وبسبب فرق الضغط بين داخل الخرطوم وخارج الخرطوم، بين داخل الخرطوم وخارجه يندفع الماء محله، ويحدث ذلك عندما يكون الضغط الخارجي شبيه أكبر من الضغط داخل الخرطوم. النقطة الثالثة والأخيرة من تفكير الناقد، لماذا يفضل تخزين البخاخة؟ لماذا يفضل تخزين البخاخة أو الأوعية التي تحتوي على غاز في أماكن باردة وفي الظل؟ يعني البخاخة أو الأوعية التي تحتوي على غاز يفضل أن تكون في أماكن باردة وفي الظل، شنو السبب؟ نقول وذلك جواب السؤال الثالث والأخير، لأن الحرارة تزيد من سرعة جزيئات الغاز. لأن الحرارة تزيد من سرعة جزيئات الغاز داخل البخاخة، وبالتالي تؤدي إلى سرعة تصادم مما يؤدي ضغط عليما على جدران البخاخة وقد يؤدي إلى انفجارها، لذلك تخزن البخاخة في الظل. نعيد الجواب، تقول لأن الحرارة تزيد من سرعة جزيئات الغاز داخل البخاخة، وبالتالي تؤدي إلى سرعة تصادم مما يؤدي ضغط عليما على جدران البخاخة وقد يؤدي إلى انفجارها، لذلك تخزن البخاخة في الظل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.